بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الزف اللوان، مرحبا بكم مشتركي القناة. الناس اللي تشوفينا أول مرة مرحبا بكم على قناتنا. إن أعجبكم الفيديو اشترك بالقناة، وخاصة زر الجرس ليصلك كل جديد. دونك هذه القناة قناتنا، نتكلم على أخبار اللاعبين الجزائريين المحترفين في الدوريات الأوروبية، نتكلم على أخبار المنتخب الوطني وكل جديد المنتخب الوطني، أيضا نتكلم على المواهب الجزائرية الموجودة في أوروبا وفي الدوريات في المدارس الأوروبية. أي موهبة عندها أصول جزائرية نتكلم عليها في قناتنا. دونك اليوم إن شاء الله فيديو جديد مع موهبة جديدة، موهبة من فريق نادي سامدوريا في الدرجة الأولى الإيطالية، لهذا اللاعب اللي اسمه محمد بهلولي. محمد بهلولي كما نعرفه هو من مواليد مدينة ليون. هذا اللاعب عنده الأخ تاعو اللي هو فارس بهلولي، وأنا هذا اللاعب فارس بهلولي كنت نتابعه كثير، واللي كان في ليون وانتقل إلى موناكو ولعب في كثير من الأندية، والآن راه يلعب في نادي ليل الفرنسي. فارس بهلولي لاعب ممتاز اللي عنده ان ستيل دو جو كما اللاعب ياسين بن زيا لاعب المنتخب الوطني اللي يلعب في فينرباتشي التركي. دونك فارس بالولي كان مقرب جدا، وكان قريب جدا باش يكون مع المنتخب الوطني، وشفنا في الاونه الاخيره و6 سنوات الاخيره تراجع المستوى تاع فارس بالولي، وما قدرش يفرض روحه في الانديه اللي يلعب فيها. اليوم شفنا تصريح هذا اللاعب محمد فارس، اخ محمد بالولي اخ اللاعب فارس بالولي، وين تكلم وقال انه لاعب فرانكو جزائري، يصرح مباشره انه فرانكو جزائري، دونك لاعب من أصول جزائرية من مواليد فرنسا. تكلم وقال أنه من أصول من لاعب أنه فرانكو جزائري، وأنه أخوه فارس بهلولي هو اللي راه يتابع فيه ويرجع الشكر وشكر أخوه باللي هو اللي راه واقف معاه، وهو اللي وراله بزاف صوالح في ميدان كرة القدم، وهو اللي أمره باش ينتقل إلى فريق سامدوريا الإيطالي وما يبقاش في فريق ليون. دونك اللاعب استنى اتاكون افون سونتر استنى اتاكون دو بوينت، دونك سجل كثير من الاهداف مع الفريق الثاني لفريق سامدوريا. عنده 19 سنه، لاعب صغير. نتمنى ان شاء الله هذا محمد بهلولي باش يبرز لهذا الموسم، ولما لا ان شاء الله نشوفوه مع فريق سامدوريا. ممكن جدا راح يكون في التشكيله تاع فريق سامدوريا ولو حتى احتياطي، مي راح يظهر في بعض المقابلات. نعرفوا الامكانيات تاعو والبروز تاعو، ولا بروف في نادي سامدوريا يتكلموا بزاف على هذا اللاعب محمد بهلولي، وين فرض روحه. ايضا في التصريح تاعو تكلم وقال انه مرتاح في نادي سامدوريا، وانها خطوه جيده في مسيرة تاعو، ويرجع الفضل كما ذكرنا لاخوه، لانه هو اللي طالبه باش يتغير من ما يبقاش في ليون. دونك هذا فيما يخص محمد بهلولي، اللاعب ان شاء الله نتمنى يكون مستقبلا مع المنتخب الوطني. وكما ذكرنا في فيديوهات سابقه الكثير من المواهب ان شاء الله رانا نتكلموا عليها موهبه موهبه، باش الجمهور الرياضي والمشاهدين تاعنا الكرام يكون عندهم معلومات على هذو اللاعبين، وغدوه ان شاء الله ممكن جدا يكونوا في المنتخب الوطني. دونك تكون عندنا فكره عليهم على المستوى تاعهم، وعلى باسكو كاين بعض الناس يقول لك باللي هادو ما يبغوش المنتخب الوطني، وكانوا يتمناو باش يكونوا مع المنتخب الفرنسي. فارس بهلولي هذا صح، اخ تاعو الاكبر كان يتمنى باش يلعب مع المنتخب الفرنسي، مي هذا اللاعب شفت التصريحات تاعو يقول باللي انا فرانكو جزائري، صدر ياكد على الجزائريه نتاعو. والمشكل اللي صرا لاخوه صرا كيما نشوفو فقير مع المنتخب الفرنسي وسمير ناصري وبنزيما، نشوفوا كيفاش المعامله تاعهم في المنتخب الفرنسي. دونك هذا اللاعب وكثير من اللاعبين راحين يتبعوا المنتخب تاع الاباء تاعهم منتخب الجزائري. شفنا القيمه وشفنا الجمهور الرياضي كيفاش يعامل هذو اللاعبين المحترفين، شفنا ردة فعل تاع اوندي ديلو في كاس امم افريقيا. دونك عجبهم صدير القيمه هذيك والتعامل تاع المناصرين الجزائريين، واي شفنا الاحتفالات تاع الجاليه تاعنا في فرنسا بالمنتخب الوطني. دونك من وجه ان شاء الله اي لاعبين هذو راح يكونوا مع المنتخب الوطني متاكدين بالك 90% او ممكن جدا الاغلبيه تاعهم راح يكونوا مع المنتخب الوطني، ومش راح يكونوا مع المنتخب الفرنسي، باسكو شفنا المشاكل كما ذكرنا، مشكل تاع ناصري، مشاكل تاع بنزيما. دونك هذو اللاعبين اللي
كانوا مع المنتخب الفرنسي، دونك داروا دي ديكلاراسيون وين بينوا لهذو اللاعبين باللي لازم يلعبوا مع المنتخب الجزائري، ومع المنتخب الجزائري راح يبرزوا، راح يقدموا مستويات. شفنا بن ناصر، شفنا الكثير من اللاعبين. فوالا، هذا فيما يخص اللاعب محمد بالولين. نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله، ويزيد يبرز مع منتخب، مع فريق صندوريا، ولما لا باش يكون مع المنتخب الوطني لاقل من 23 سنه كما ذكرنا في الفيديوهات السابقين، باسكو راح تكون عندنا تصفيه كاس امم افريقيا لاقل من 23 سنه، وعندنا الاولمبياد ايضا ممكن جدا راح تكون في السنه هذه القادمه ان شاء الله، تكون تحضيرات والتصفيه تاع هذه الاولمبياد. دونك هذا فيما يخص محمد بهلولي، شكرا على المتابعة، نشكركم، سلام.